يوفر جهد ووقت بدل ما تجيب سجل تلاقونه وتكتب واحد واحد وبياضات أو مثلا علامات تجمع هاي العلامة مع التالي واحد واحد. إذا عندك 200 إذا عندك خير عندك 230 طالب مثلا تقدر تجمع علامتين مع بعض وتسحب من العامل تجمعهم وتقسمهم على اثنين تجمعوا لي 21 فرقا على 20 زائد 20 4 تقسيم 2 كمان 20 ترجع الثاني الثالث الرابع على حتى العاشر ما في مشاكل بس 11 12 50 51 بده شغل كثير بده وقت كثير وراح يتعبك وتركيزك راح يقل وتبلش تطالع اخطاء تطلع الاخطاء والى اخره الاكسل بيوفر عليك كلها بكبسات زر بسيطه. امبارح اخذنا جزء من هي الكبسات او هي الادوات اللي كان موجوده بالاكسل اليوم شوي راح نراجع الدرس الماضي بعدين دقيق نروح للدرس الجديد. راح نضغط بيد يمين على الشاشة على أي مكان الشاشة لأنه في طرق كثيرة لفتح الأكسل إنه بروح للستارت في برنامج الأكسل بروح للبروجرام اللي هي البرامج أو برنامج الضغط أو بروح لكليك اللي هي هاي أسهل شيء كليك يمين نيو إيش أكسل مايكروسوفت إيش أكسل وورد شيت نكتب اسم فرضا علامات الطلاب هاي علامات الطلاب للصف الحادي عشر فرضا تمام. نفتح هذا الأكسل. أول ما نفتح أكسل إيش نعمل؟ في ضغطين مهمين جدا لازم نعملهم. تذكروا بقى. أيوة. سهل. والثاني. شو؟ لما نفتح. لما نفتح وورد أو أكسل إيش راح نضغط؟ أول شيء. نضغط. إيش شابوش اللي إحنا سويناه أصلاً. شابوش. والثاني إيش راح؟ ستايز أي فور. تمام. راح نروح لبيج من الاوتاد راح نضغط سايز بالسايزات راح يطلع لنا ايش؟ اي 4 اي 5 اي 6 واي دبليو فانا بختار مين؟ اي 4 ان شاء الله ورقتي تكون بحجم الورقه اللي راح تنطبع بالطابعه تمام؟ شيت رايت تو ليفت هذا اللي قلت لكم هذا ايش؟ احنا سميناه مثل شابوش وكمان ايش؟ كبسه زر مثل تبع فيديو التشغيل راح نكبس عليها مشان ايش؟ الشغل يبلش باليمين مش باليسار تمام؟ نكبر الشاشة شوي مشان نشوف مشان يكون أوضح. نصعد لفوق. إيش لقينا أول ما شغلنا الأكسل؟ لقينا في خلايا. هدول المربعات إيش سميناهم؟ خلايا سيلز. أوكي؟ هدول إيش؟ أعمدة. تمام؟ وهدول إيش؟ صفوف. تمام؟ طيب. إذا عندنا أحرف أرقام اللي هي أعمدة والصفوف وعندنا خلايا. طيب. هلا بدي أعمل جدول. قلنا في طرق كمان كثيرة من ضمن الطرق قلنا نحدد الكمية المناسبة اللي إحنا بنحتاجها. وراح نروح لوين؟ insert table جدول وكله دغري اوروبي يطلع لي هذا الجدول الملون فيني غير الوانه عادي ستايلات عندنا كثيره انا راضي مثلا هاد اوكي ما في عندي مشكله. هلا عندي هون كولومات الاعمده اول كولوم بدي بلش اكتب فيه مش محتاج شيء لا تمسح ولا شيء دغري تكتبه فرضا راح اكتب تاء انه ترقيم راح اكتب الاسم راح اكتب الصف الماده اليوم راح نضيف الشعبة كمان لأنه راح نحتاجها الشعبة أي الشعبة في أداة مهمة راح نختارها راح نستفيد منها الشعبة العلامة مثلا المادة المادة والعلامة المادة والعلامة تمام قديش الطالب معك الترتيب النتيجة حاجة مش ما نحتاجها الأمور بالخطوات شوي شوي راح نضيف الترقيم هذا التسلسل كيف كنا نعمله؟ واحد اثنين ثلاثة عملنا ثلاث أرقام حددناهم وراح نضرب ضغطتين بالزاوية تبعها ليش؟ مشان مش كل شيء نكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هي بس بالحكي بدي شغل عندي 300 طالب بدي 300 مرة أكتب بالأرقام هيك يعني بدي شغل فبنحدد أول ثلاث أرقام فقط هيك بنضرب ضغطتين عليها هلست معي؟ شنو الموبايل؟ ضغطنا ايش؟ ضغطنا ضغطتين كله الأرقام لحالها بتصير شوفي ضغطنا ضغطتين لحالة الأرقام صار هاي درس مبارح لحد هلا ما في شيء جديد ضغطنا كتبنا الأسماء عادي لقمان أحمد هشام كذا أسماء الطلاب جيت للصف مثلا لو كانوا كلهم بالسادس فرضا السادس الطلاب تبعي كلهم بالسادس بكتب مرة واحدة السادس ايش ناجح طيب إذا بضغط هاي الضغطتين قلت لكم عليها راح نشوف في واحد راسب مين هذا 8.5 8.5 أكبر من 9؟ لا معناته إيش؟ معناته مش ما مشى على الشرط تبعي بما إنه ما مشى على الشرط تبعي راح يطلع إيش؟ راسب بعكس الشرط أوكي؟ إذا الأكبر هي الشفت والزد أوكي؟ طب
تحجب أو تنجب أو تنجب سنجح ماذا على شيء يطلع ايش ناجح عملي اول شيء مره ثانيه عشان بالعربي اول شيء كافي دور اول شيء هذا اول شيء هذا اول شيء سو هذا اول شيء هاي صار طلع ليش ناجح؟ ليش؟ لأنه أكبر من كم؟ من أربعة. إحنا كتبنا أربعة. أسأل واحد إذا كان. إيه. من طلع ليش لازم؟ بس هاي الصفارة. مثلاً هاي السبعة. مو أكبر من أربعة؟ فلتن مثل السبعة. يعني طلع راس. كيف؟ هذا طلع كم؟ روس هذا كيسار مثلا طلع طلع جريدة سأشتري واحد من هذا ليش عمل هذا إنسير هذا جيكس إنسير إنسير تيبو كان جريدة طبعا أيوة ليش تبغي هذا فرق واحد شو اللي ضرب تين هني كلنا كلنا فيش تين هذا تيبو ثاني أمر ثاني تين كذا شيء مثل كذا ومثل الجدول يعني هذا لا تشتري إنسير هاي هل نكتب السماء فرضاً على ما نقول فتحنا الملف أول شيء ليش راح نضرب شيء رايت تو ليفت إيش يعني تشابوش تبعنا تمام اللي إحنا سميناها تشابوش عمرها 100 أوتار مختلف على بيج بيرا مختلف مين على تشابوش تشابوش إيش كان شيء رايت تو ليفت طرف ليش تشابوش بيشتغل بالعربي تمام تشابوش بيكون عربي إذا بيروح شوي هيك نجرب إيش عندي عندي سايز سايز يعني حجم مختلف مثل إيش ايش جدولي عن شو مكتبة ماركت جدول علامات طلاب مثلا موظفين كذا اي شيء اول شيء ايش كنا نعمل نعمل تاء يعني تبع الترتيب اي تاء ثواني ترتيب مو تسلسل كيف كنا نعمل انه يطلع دغري لحاله بدون ما احنا ندوخ راسنا راح نعمل واحد اثنين هاي واحد اثنين ثلاثة بنحدد الكميه ونضغط فقط ضغطتين بالزاويه تبعها كله لحاله راح ينام بدون ما احنا ايش نتعذب فيه فرضا عندي الاسم فرضا هاي العلامات الطلاب الصف مثلا الصف شو كنا نعمل نشتغل مثلا السادس هي السادس نضغط ضغطتين على حافه السادس كله يصير سادس تمام اذا مش محتاجين ايش بنضل نكتب السادس 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 شو الاسماء انتم مجبورين تكتبوا اسم السوق لانه كنت طالب راح يكون شكل فرضا عندي طالب اسمه عثمان
قال عن الإمام ابن مسعود قال اسم الكريم ابن جاسم أيشي قال كتبنا الأسماء. طيب الشعبة مثلا الشعبة مثل إذا فرضا كلهم كانوا شعب الباء تمام نظرة ضربتين يعني كل باء. طيب فرضا هي المادة مادة الأحياء أو تمام بس مجرد نظرة ضربتين على أحياء يعني ليش كلهم أحياء. طبعا جدول قد تكون فينا نعمل الألوان بدل هذا الأزرق شكل مش حلو إذا نختار الألوان الثانية مثلا أخضر أو أحمر تمام أوكي. طيب العلامات نفسها العلامات مثلا علامات من 20 فرضا هذا الطالب اخذ 20 انتم اكيد كمان مجبورين تكتبوا له يدويا لان كل طالب اخذ شكل 21 واحد 19 واحد مثلا فرضا 5 اخذ فرضا واحد 12 واحد اخذ 0 ما كان جاي مثلا 1 17 تمام صار عندي علامات اوكي تمام. طيب لو بكتب ايش النتيجه النتيجه انا ناجح ولا راسب شو راح اعمل؟ راح اختار المكان الفاضي هاي هي اختاريته وبروح لشيء اسمه اف اكس بضغط على هذا الاف اكس بيطلع لي جميع المعادلات اللي موجوده بالاكس. كم معادله عندي؟ هون اعطيني اكثر المعادلات استخدام تقريبا شيء 10 بس اذا بقول له هذا جميع المعادلات شوف راح ضل ضابط شوف كم معادله عندي هي كذا معادله كل واحد بدي اعمل شغل مش اخذنا قبل الصم وهذول كله واحد يعمل جمع واحد يعمل متوسط واحد شوف الاستاذ ضابط كل هذول المعادلات كل واحد من هذول بيعمل شغل بس انا كل هذول ما راح احتاجهم هلا انا محتاج بس ايش الاف هاي معادله اسمها اف بضغط عليها ضغط اوكي بيطلع لي ثلاث مستطيلات هاي تمام راح كله هلا اذا